هذا الاتجاه. نحن نعمل ونحن مهتمون بالتركيب الفعلي لسيادة القانون بطريقة دولية. إذا لدينا الكثير من الأمثلة من كافة أنحاء العالم والتي تمنع النواب من زيارة الدول بسبب العقوبات. لدينا الحصار ونحن نعاني بسبب الكثير من الإجراءات التي تقف ضد سيادة القانون الدولية، وهذه سياسة الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك منذ زمن. لأن القانون الدولي هو ما يجمعنا هنا. نحن لا ننكر وضع البرلمانيين الفلسطينيين في سجون إسرائيلية. الرئيسة حين تحدثت عن حالة فنزويلا وتركيا أرادت أن تعطيكم فكرة عن القضايا التي نتعامل معها. الاتحاد مسجل على أنه أحد أو مسجل في المحاضر أنه يدافع عن حقوق الإنسان وحقوق البرلمانيين سواء كانوا فلسطينيين أم من جنسيات أخرى. ونحن نعمل مع السلطات الإسرائيلية لحل هذه القضايا. هناك أيضا قضايا لها علاقة بانتهاك السلطات الفلسطينية لحقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين الفلسطينيين. كلها قضايا يجب التعامل معها بطريقة عادلة ومنصفة للتوصل إلى حلول تحمي سلامة وحقوق البرلمانيين وبالتالي حقوق البرلمانيين. لدينا الكثير من القضايا الأخرى في أفريقيا، في آسيا الهادئ، في أمريكا اللاتينية، وكلها يتم التعامل معها من قبل اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان للبرلمانيين. كان لدينا تقارير من قبل هذه اللجنة، وكان هناك الكثير من القضايا التي رفعت إلى المجلس لاتخاذ قرارات حولها. إذن أؤكد لكم أننا لا نتجاهل قضايا النواب البرلمانيين في الفلسطينيين، يعني في سجون إسرائيلية، أو الذين تنتهك السلطات الفلسطينية حقوقهم أيضا. شكرا. سلمان النجار، مراسل التلفزيون العربي في لندن. فقط لدي سؤال لرئيس مجلس الشورى القطري وهو رئيس الدورة الحالية. لا شك أن اجتماع أكثر من 160 دولة هنا في قطر هو مناسبة لإيصال صوت قطر التي تعاني من حصار يقترب من عامين. ترى ما هي الجهود التي قمت بها أو قام بها البرلمانيون القطريون لإيصال صوت قطر إلى العالم، خصوصا أن البرلمانيين هم سالم will continue talking to both the two key players and we hope that ونأمل the his calling أن دعوته إلى الأطراف إلى أن تلتقي في وقت لاحق. نحن ننظر في اتفاق أبو ظبي وفي إمكانية توضيح بعض المسائل وإرساء أسس الثقة بين الأطراف، وقد يساعدنا ذلك في حل النزاع. ونحن عاقدون العزم على أن نبذل كل جهد ممكن لندعم الأمين العام في إيجاد حل لهذه المسألة. علينا وعبر بعضهم، ربما لاحظتم حتى أمام الجمعية العامة، عبر بكل هذا رفضه للحصار الظالم على دولة قطر. ففهمنا منهم الكثير منهم أنهم يرون أن هذا يجب أن لا يستمر وأنه غير قانوني، يجب أن لا يستمر، وأكدوا كثير منهم ذلك بكل وضوح. ما هي، هل ستكون هناك مخرجات؟ نعم ستكون هناك مخرجات، وستكون هنا رؤية، يعني هناك رؤية، سيصدر الإعلان وفيه رؤية لهذا المؤتمر. نحن
عبرنا منذ البداية دعمنا للمخرجات التي تخرج من البرلمان من مؤتمر من البرلمان الدولي اتحاد البرلمان الدولي لأنه لخير البشرية، سواء بالرفض للحصار، الرفض للأمور الأخرى، الحرية الديمقراطية وحقوق الإنسان وأمور كثيرة. يعني كما تعلم اللجان حوالي لجان أساسية في المؤتمر كلها لها مخرجات. نحن سندعم اتحاد البرلمان الدولي، ولدينا ثقة كبيرة بمعالي رئيسة البرلمان وبأخ سعادة الأمين العام الذين يعملون بكل جد وإخلاص لتحقيق الرؤية لاتحاد البرلمان الدولي، ونحن نشاركهم في هذه الرؤية. Thank you, Mr. Speaker. The gentleman with the pink shirt, and then I'll go شكرا. To the lady at the second row. Yeah. Thank you. سؤالي لسيادة الرئيسة وسؤال لسيد آل محمود. السؤال الأول لسيادتكم السيد رئيس الدورة 140، وهو جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الحديث عن الدبلوماسية البرلمانية. كيف ستستثمرون وجودكم كرئيس لهذه الدورة لتفعيل هذه الدعوة؟ أما بالنسبة لسيادة الرئيسة، سيادة الرئيسة جرى الحديث خلال حديثكم الآن عن موضوع الحصار وموضوع فلسطين وقيل ما قيل فيه، ولكني أسأل حضرتك، ربما في المجتمعات النامية قد نعذر البرلمانيين وهم لا صوت لهم في مواجهة الأنظمة المستبدة، ربما بحكم البيئة التي نشأوا فيها، التعليم، الفقر، الجهل، فهذه كلها إفرازات تضعف موقف البرلمان لأن ليس له قاعدة متعلمة. ولكن ما أود السؤال عنه، بماذا نفسر في موقف البرلماني في الدول المتقدمة والمتحضرة الغربية وهي أيديها مكبلة ولا صوت لها في مواجهة الأنظمة الحاكمة التي تتنكر للمبادئ الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقر منذ 1948؟ شكرا. I think the question was for Mr. Al Mahmoud. السؤال الأول إلى سعادة رئيس مجلس الشورى. الدبلوماسية البرلمانية التي أشار إليها حضرة صاحب السمو حقيقة هي أصبحت أساس للعمل السياسي أيضا، لأن كما تعلمون أن هناك في أوضاع الأمم المتحدة والأوضاع السياسية هناك عدم يعني وضوح وعدم في الفترة الأخيرة وعدم تحرك نحو حل المشاكل. الدبلوماسية البرلمانية البرلمانيين هم الذين يستطيعون أن يوجهوا بطريقة ما حكوماتهم لما فيه العدل في السياسة، لأنهم هم المتحكمين في توفير الميزانيات وتوفير الأمور الأخرى للتحرك. وكان آخر في قبل 3 أشهر اجتمعنا في نيويورك اجتماع بين الاتحاد البرلماني والأمم المتحدة، وطلبت تطلب الأمم المتحدة من البرلمانات من البرلمان الدولي ممثل في البرلمانات أن تدعم الأمم المتحدة لكي تستطيع الأمم أن تحقق أهدافها. نحن طرحنا وأنا كنت من الحاضرين، طرحنا من المهم أن تكون هناك الدبلوماسية الوقائية قبل العلاجية للنزاعات، فالدبلوماسية البرلمانية ستستطيع أن تجمع الوقاية للمشاكل أكثر من تنتظر المشاكل ثم تبدأ بالحل. Thank you, Mr. Speaker, Madam President. I would like only to ask about the question that was raised to me, but also on what. إجابة على السؤال الذي وجه إلي، وكذلك بناء على ما تحدث عنه سعادة رئيس مجلس الشورى سيد المحمود، أريد أن أبني على جزء مما قلتموه سعادتكم. أنا أعتقد أنه إذا كان شخص ما يبني على ما تفضل به سمو
سمو الأمير أمير دولة قطر. And I would like to explain to you why. يمكن هذا أمر إيجابي جدا لأنني رأيته في نيويورك، رأيته يعمل، رأيته أيضا يتحرك مع البعثة القطرية في الأمم المتحدة، والتقى الكثير من البرلمانات والبرلمانيين من دول الجزر الكاريبي، وكذلك مع الوفود الأممية. Members, current members of the IPU. So he started. إذن بدأ ببناء جسور التعاون مع مختلف الوفود، وهكذا تتبلور الدبلوماسية البرلمانية. رأيته أيضا يبحث عن حوار مع مجموعة أمريكا اللاتينية، المجموعة الأوروبية إلى ما هنالك. إذن هذه الطريقة الصحيحة التي من خلالها نعمق التفاهم، والتفاهم هو أساس ومدماك الحوار ومدماك السلام المستدام. إجابة على السؤال حول المؤسسات في الدول النامية والبرلمانيين في الدول النامية، كلنا لدينا تاريخ، لدينا دول مستجدة ولدينا دول قديمة وعريقة في تاريخها، ولا يمكننا أن نتوقع القدرات نفسها من كافة المؤسسات ومن كافة الدول، لأن كل منها مرت بمسيرة تنموية مختلفة، ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل أيضا على مستوى تعريفنا لطبيعة هذه المؤسسات، مع الأخذ في الاعتبار واقعنا المحلي والإقليمي. الIPU الاتحاد البرلماني الدولي يعمل على بناء القدرات، وهذا يأتي من جمع خبرات الاتحاد إلى الدول. هناك عدد من البرامج مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يعطي بناء القدرات ببرامج مختلفة بورشات مختلفة، وهذا يتيح لنا تشارك التجارب، تشارك الخبرات لتصميم مسيرتنا البرلمانية ولكي نعزز عمل البرلمانيين. حوار رؤساء البرلمانات ومجالس الشورى الذي ذكرناه كان يتعلق بالحوكمة. اليوم نحن نواجه تحديات كبيرة أمام الحوكمة، التكنولوجيا، الاقتصاد، الصناعات، كل شيء يتغير بسرعة. إذن هذا ينطبق على الدول النامية وعلى الدول المتقدمة، كلنا نواجه تحديات حديثة ومستجدة، ولهذا سوف نستمر في مناقشة الطرق الجديدة لإعادة تعريف مؤسساتنا لكي نقدم بدائل وفرص جديدة واحتمالات جديدة لكافة الشعوب التي نمثلها. شكرا. كارين جمال from Oryx FM. كارين جمال من Oryx FM. سؤالي لك سيدة الرئيسة. الكثير من الوفود شاركت في الجمعية العامة للاتحاد. نتحدث عن 162 دولة كما قلت. كيف ترين هذا المستوى من التمثيل؟ ما الذي يعنيه لك؟ Well, we calculate the numbers because we have a registration process. نحتسب الأرقام لأنه لدينا عملية تسجيل قبل الجمعية وبعدها. Technical questions on how we measure that. The Secretary General has more information, but. الأمين العام لديه المزيد من المعلومات. To us, in terms of political participation, because. ولكن بالنسبة إلى المشاركة السياسية. 179 members. In our لدينا استراتيجية من 2017 إلى 2021، لدينا إذن هدف محدد وهو إثراء المشاركة أو العضوية العالمية. اليوم صار لدينا عضو جديد، وهذا يساعدنا على التوصل إلى هذه العضوية العالمية. هذا من جهة. من جهة أخرى، نحن أقدم منصة برلمانية في العالم، وعلينا أن نتخذ القرارات بأعلى تمثيلية ممكنة. وهذا يعني أن كل الاتفاقات التي نتوصل إليها في جمعيتنا سوف تطبق ضمن الدول.
سأعطيك مثالا. ماذا لو أن لو أن 179 دولة تعمل نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة من حيث الحد من الفقر، من حيث تخصيص الميزانية، هذا يعني أن المزيد من النتائج سوف تتحقق. It's not only establishing a new record for the IPU. هذا يعني أنه يعطينا فرصة لكي نغير العالم. السيدة قالت كل شيء. إذن رأينا هذا العدد الكبير من الناس الذين يجتمعون هنا والذين يناقشون المسائل التي تعني البشرية، وهذا عمل البرلمانات في نهاية المطاف. هذه الرسالة التي ننقلها لكم. ففي نهاية المطاف هي ليست فقط مسألة أعداد وأرقام، بل هي مسألة قدرة الناس الموجودين على اتخاذ القرارات التي يمكن البناء عليها. شكرا. السؤال الأخير لو سمحتم. مساء الخير، أنا وسام العبادي من صحيفة لوسيل القطرية. سيدة جابريلا، تحدثت عن أن هذه النسخة من أنجح نسخ اجتماعات الجمعية. أود سؤال مباشر مرة أخرى، ما هو أبرز ما ميز اجتماعات الدوحة فيما يتعلق بالجمعية بالتحديد؟ سؤالي لسعادة الأمين العام، تحدثت عن الفتيان الفلسطينيين الذين وقفوا أمام الجمعية العامة وطالبوا بحقوقهم في الحصول على التعليم. تعلمون جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية جمدت مخصصاتها في للأونروا، وجميعنا يعلم أن هذا قد يأتي بالتنسيق مع دولة الاحتلال لغايات تصفية القضية الفلسطينية وما يتعلق بالحديث عن صفقة القرن. كيف سيعمل الاتحاد البرلماني الدولي في مزيد من الدعم للأونر ولتبقى تؤدي رسالتها في تعليم أكثر من نصف مليون فلسطيني؟ وشكرا. Madam President. Thank you very much for this complicated question. شكرا على هذا السؤال المعقد، لأن الوقت يداهمنا وإجابة عليه تستغرق وقتا طويلا. تحدثنا عن الأرقام وهذا أمر مميز بالنسبة إلينا، فهذا إنجاز فعلا بالنسبة إلى هذه الجمعية، ولا سيما لدولة قطر الدولة المضيفة، فهذه مقاربة جديدة لكي نعزز التشاركية في اتخاذ القرارات. ليس فقط الحديث عن الأرقام، بل أيضا الحديث عن إنجازات أمر مهم، إذ كان من المهم جدا أن نستمع إلى مختلف التصريحات المرتبطة بالتعليم. لا يهمنا فقط أن نعرف ما يحصل في الدول، بل نريد أيضا أن نحصل على التزامات وعلى تبادل لأفضل الممارسات. وهذا موضوع سوف نستمر بمناقشته وتدارسه فيما بيننا. التعليم أثار الكثير من الاهتمام من المشاركين. أنا أعتقد أن أحد أهم برز في النقاش العام كان ما له علاقة باللاجئين ووضع اللاجئين، فنحن حين نبدأ بسماع قصص وشهادات حية، هذا يغير في طريقة استصدارنا القوانين لأننا نكون أكثر وعيا للوضع الفعلي، للوضع القائم. البيان النهائي سوف يثير موضوع التعليم، ومن خلال هذا النقاشات العامة يمكننا أن ننتقل نحو تصميم أكثر مدروس أكثر لسياسات التعليم، مع الأخذ في الاعتبار الابتكارات وكل التغيرات التي يشهدها العالم. كذلك أنجزنا الكثير من النتائج الإيجابية بالنسبة إلى التنفيذ.
فنحن ننتقل بطريقة إيجابية نحو عملية التنفيذ الأجندة الإنسانية والنتائج الإيجابية للهيئات واللجان المختلفة، كذلك العمل على مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، ورشة العمل المتعلقة بصحة حديثي الولادة والمراهقين والأمهات. كان هذا فعلا نقاشا رائعا لأنه قدم الكثير من المقاربات بهدف التنفيذ. We approved the executive committee and also at the council to sign the memorandum. وافقنا على عمل اللجنة التنفيذية لتوقيع مذكرة تفاهم حول مكافحة الإرهاب. وهذا سيرسم إطارا جيدا للتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد. ونحن نعمل مع الأمم المتحدة، ولكن هذا سوف يكون بمثابة خطوة جيدة إلى الأمام من أجل رسم حوار سياسي سيكون مستداما لنا ولهم. وهذا موضوع قريب جدا من الكثير من الوقائع، فكلنا نعمل في مكافحة الإرهاب بطريقة أو بأخرى، وهذا سيكون قضية بارزة بالنسبة إلى الاتحاد. أما بالنسبة إلى حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين، تحدثنا عن الموضوع. تحدثنا عن كمبوديا وعن تركيا، هذا مهم لنا وللاتحاد. We need to raise more awareness on what's happening to UNRWA in the way. ويجب أن نزيد الوعي بالنسبة إلى ما يحصل للأونروا، ونطلب من البرلمانيين من أجل العمل مع الأونروا ومساندتها. سيدي الأمين العام. Let me just pick up on that point that Madam President has raised and which was the subject of your question. بناء على ما قالته السيدة. الاتحاد له دور مهم في المناصرة والتوعية ونقل القضية عالميا، ونحن معروف عن أننا رفضنا كل محاولات التخفيف من قدرات الأونروا لأنها تقف إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين. نحن طلبنا من الحكومات أن تكون كريمة في مشاركتها It is within the powers of ومساندتها لميزانية الأونروا. نطلب من البرلمانات بطريقة فردية أو جماعية أن تطلب من الحكومات دعم ما تقوم به الأونروا. You want me? I'll say that collectively at the global level, we serve as the global conscience to ensure. نحن ندعو إذن إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين من الأطفال، فهم يتموضعون في جوهر نقاشنا. وعلى المستوى الوطني، على كل برلمان واجب أن يشجع حكومته على تخصيص الموارد الملائمة للأونروا. وكذلك أود أن أشكر دولة قطر على مساهمتها في ميزانية الأونروا. في هذه الحالات الطارئة ساهمت دولة قطر $500 مليون للاستمرار بالأنشطة التي تقوم بها الأونروا. ونود أن نرى المزيد من الدول التي تحذو حذو دولة قطر من أجل الاستمرار بدعم هذه الوكالة الأممية التي تقوم بعمل بالغ الأهمية والتي أوكلها به أوكلتها به الأسرة الدولية. صهيب داود من تلفزيون قطر. أوجه سؤالي لرئيس مجلس الشورى، سعادة رئيس مجلس الشورى. انعقد المؤتمر الحالي في ظل حصار جائر مفروض على دولة قطر منذ عامين تقريبا، ونجح المؤتمر نجاح باهر برغم ذلك. نود أن تعطينا فقط ولو باختصار ما المخرجات التي نتوقع أن تخرج حتى يوجه هذا الاجتماع رسالة، إضافة للنجاح الذي شهدناه، رسالة لدول الحصار بهذا الخصوص. كيف تقرؤون المخرجات التي خرجتم بها حتى الآن في ظل ما أنجز وفي ظل الحصار والعقوبات المفروضة على قطر منذ عامين؟
حقيقة جزء من السؤال ربما جاوبت عليه، ولكن بالنسبة ما سيخرج منه المؤتمر أو الرؤية اللي تفضلت بها، أنا قلت لك يعني الحقيقة في خلال سواء في الجمعية العامة أو في اللقاءات الثنائية بيننا وبين رؤساء البرلمانات كان هناك واضح وتوجه واضح بأن هذا الوضع يجب أن لا يستمر. نحن في قطر صرحنا من قبل وقلنا الحصار أصبح خلف ظهورنا، ولكن ما نتألم إليه هو الترابط الأسري بين الأسر في منطقة الخليج، فأنتم تعلمون هناك زواج مشترك، فهناك أطفال يعانون وهناك نساء يعانون بنات يعانون في من حيث سواء في التعليم الذي هو موضوعنا أو في غيره من الأمور، فيجب أن لا تكون هذه الأمور العلاقات بين الأسر أن تتأثر بمثل هذه القرارات، فمنعوا أطفال رضع من الدخول مع أمهاتهم في بعض الحدود لبعض الدول لأن أمهاتهم غير قطريات، أمهاتهم من تلك الدول، والطفل يتبع أبوه لأنه قطري ومنع من الدخول. وكل ما نقوله ليس كلاما وإنما هو موثق في تقرير المكتب السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فجاءت لجنة وتقصت الحقائق وكتبت تقرير كامل في هذا الموضوع، وتوصلت إلى أن ما يحصل لقطر هو غير أخلاقي وغير إنساني وغير قانوني ويصل إلى مستوى الحرب الاقتصادية. تستطيعون تدخلوا في الموقع على تقرير مكتب السامي لحقوق الإنسان. بالنسبة للرؤية، الرؤية ستظهر يعني بعضهم تكلم وسيظهر في بعد نتائج المؤتمر سيظهر بعض الرؤيات اللي واضحة. معالي الرئيسة أوضحت موقف الاتحاد البرلماني الدولي وهو يعكس ما قاله لنا رؤساء برلمانات الدول التي شاركت، يرفضون هذا الحصار جملة وتفصيلا ويرون أن هذا يجب أن لا يكون. هذا بصراحة يعني أنت سمعتوا في بعضهم علانية قالها وبعضهم قالوا أن هذه الرؤية. بالنسبة للمشاركة يعني وأعتقد أن المشاركة هي رد كبير على الحصار، المشاركة مشاركة كبيرة في عدد دول وليس بس في عدد دول مثل ما قال أخوي مارتن، مستوى أيضا حضور على من هذه الدول 80 رئيس برلمان 40 نائب رئيس برلمان، هؤلاء هم المؤثرين وهم المؤثرين في دولهم وفي السياسة الخارجية. بمعنى آخر أكثر من 46 ألف برلماني ممثلين يعني في دولهم حاليا هنا موجودين في الدوحة من خلال المرئيات يعني. فنحن الحقيقة يعني نتطلع إلى المستقبل، نتطلع إلى أن الاستقرار والأمن، وإحنا هدفنا دائما اخترنا مع البرلمان الدولي هذا الموضوع التعليم لأنه هو الأساس، هو الذي سيؤدي إلى الأمن والاستقرار وسيادة القانون ويمنع مثل هذه التصرفات التي غير قانونية وغير أخلاقية. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Madam President. Thank you, Mr. Secretary General. We have شكرا to لكم علينا أن نختم المؤتمر. شكرا. The press releases, the two press releases and the two statements البيانان موجودان في الموقع. A little bit later this